حياكم الله، متواصلين جميعا. اليوم جبنا لكم مطعم متخصص بالبرجر، برجر ستوري، وعندهم كذلك دايناميت. واحدة من البرجر اللي حبيت الصراحة، كثير كثير ما بيسألني في جلسات. يا جماعة الخير، عندهم هذه الجلسات مثل ما تشوفون قدام. خذيت البرجر هذه وصاحبنا شو رايكم؟ نصلح ندلع ولا لا؟ نجرب هذا. يلا محبين الأحمر والرد. لنا ممكن هذا إجازة صاحبنا، هذه بجربها بعد شوي، ولكن دخلت بالخاطر هذه قلنا نجربها قبل. قول بسم الله. هذا هو المحل في منطقة الورقة، نفس ما شفتون الجلسات داخلية عندهم، كذلك عندهم سبليتي كافيه. نشوفهم مع بعض. قلتكم سبليتي كافيه عندهم السيجنتشر مالهم، جربناهم صراحة يستاهل، ولكن عن طرف لاتيه نشوف مع بعض. بس لي متى تاخذونه ديليفري او شيء يكون بالطريقه هذه. ارقام التواصل عندهم هذه. خلصنا مع الجماعة والريال بيعطيكم حركات. يرحب فيكم، حياكم الله معاهم.